تحط تصنيف. هنا عندنا المارشي ديال التمارة كيحطوا لك التصنيف شنو جيب. مثلا عندك ديال المطيشة وشحال جيب ديال الخيار وشحال جيب ديال الدنجال وشحال جيب ديال هادي، كل حاجة كيحطوا لك بوحدها. وكاين كاين السيد ها هو اللي معشر الحاج سعيد، نمشيو غادي هادشي اللي كنقول راه كاين في الورقة. 10 10 هادشي اللي كاين في الورقة محطوط دوبل على 3 على 10 كل حاجة ديري لها الثمن ديالها. رموكة 10 في كازا ب 60000 هنا ب 140000، هذا هو الفرق. الحاج سعيد معشر 126000. أنا اللي باغي نعرف هاد 126000 واش الشركة كتخلصها؟ شركة اللي هي كبرى في مدينة تمارة ولا في الرباط واش كتعدي هاد الواجب ديال 126000؟ 120000 يوميا. أغلى 10 في المغرب، راه يوميا 10 في المارشيات ديال المغرب. وعندنا فرق كبير عاوتاني ما بين إلا هاد السيد دار موك للغرب كيخلص عليه 16000، دا العين عاودة كيخلص عليه 1000 درهم 1500 درهم في مدة. إلا شمولة يخلص عليه 126000 إلا مدينة تمارة. حنا ما عرفناش هاد الاداره ولا هاد الناس المسؤولين ولا هاد المجلس المسؤولين على هاد القطاع هذا. غير انت على الدرويش مالي الكراس، هاد الناس هادو راه موكل العزه كما كتشوفهم جايبين سلام 10 انا ما كيشوفو باركينغ حتى هو تيتخلصوا فيه ما كيشوفها. الباب مالو قانوني 100 درهم ديال الباب. كيفاش كتشوف السلعه؟ راه الاخر باقي عنده السلعه، انا السلعه كتحط فيها الناس راه ما باعتش ما شريتش. هي هنا السلعه راه ما كاينش. ها هي كاين محطه ها دور 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 شوف دور هادشي كامل بسبب العشرة. هادشي كامل غير بسبب العشرة. بس راك كتشوف شي بنادم هادي تشمش السلعة محطوطة شكون اللي باغيها؟ والو بقينا معاه من البيع وبقينا معاه من البيع. عباد الله كيقول تتشمش هنا ديال انواع ديال 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 الخضار كذلك الفواكه. اليوم مع ارتفاع ديال الاسعار ولينا كنشوف الدرويش ما يقدرش يجي للمارشي. بالنسبه للدرويش الله يحسن العام ارتفاع الاسعار المواد الغذائيه هذيك بوحدها ديال هذاك الشيء خلينا لهم الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه للخضار راه الخضار راه الناس راه الناس واكله العصا، الناس راه كتشري العافيه من عند مولاها. وكتمشي هنا راه ما كاينش دابا شحال واحد كيقول الجبله دايره 12 درهم وهي دايره 11 درهم 12 درهم في بلاصتها في بلاصه دايره الثمن. نعطيك مثلا خيزو، خيزو راه في بلاصته 70 درهم ديال الغرب 70 درهم عند مولاه في الشارج. ها هو اليوم صباح داير 70 درهم، ها هو راه يومين السيد عنده الفياج راه عاد كملوا اليوم. ها هو راه يومين عاد كملوا كملوا بالخساره ماشي بالربح. 4000 درهم بالخساره ماشي بالربح. هي الاخرى خلينا نعطيك 4000 درهم الفوق. ها هو الفوق ما كيحيدوش الربيع وعينا تعبرونا اللوبيا 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 تنجيبوها ب 15 درهم بكل شيء ليها. ها تعبرونا القوق تعبرونا بكل بالورق طون طون ونص يعبر نص عادي ديال الورق وتي طون ونص ديال الورق. الميكرو باش يسمعك خويا تي عبرونا كل شيء يعني ورق قوق كل شيء يعني بحال انت عندك جوج طون و500 تتعشر على جوج طون و500 تتعشر كامله ما تيحيدوش حتى داك حتى ديك 500 كيلو ديال الورق حتى هي تتعشر عليها. يعني هذا الشيء هذا خصنا نديروا ليه حل. يعني حنا غادي في الخساره الربح ما غاديش في الربح جامي ربح وهذا هو اللي كاين هكا خويا.